انا كنت نايمه وفقت بالليل. رحت على جوزي قلت له مصطفى 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 شو؟ قلت له كيس المي كبر زياده. قال لي لا. قلت له بابا خدنا على الدكتور، بدي اروح على الدكتور، بدي دكتور انا. رعبت. استوعب مصطفى شو عم تقولي له؟ اي قال لي خلص بنروح على الدكتور ونشوف ايش في ما في، لا تفكر بالكيس يعني. اخذنا على الدكتور. يعني بشهرين حمل حمل انجبتي صبي.